مهندس نبتة، اسمي هند، خريجة تربية كيمياء. أحب النباتات، أعتني بيها من أنا وطفلة. عندي قصة لطيفة مع الصبار، من أنا وصغيرة أشوف أنه هو شكله غريب، بينه أشواك، أسأل أنه أشو نعتني بينه، فما كنت ألقي الجواب اللي يقنعني أو الجواب اللي خليني أنه أعتني بينه بطريقة صحيحة. فصارت أنه بالابتدائية كانت صورة الصبار على الكتاب، فسألت المدرسة أنه إيش اسم هذا النبات، فقالت لي صبار، ومن هون أنا حفظت اسمه، قلت أنه أنا أريد أخلينه عندي بالبيت وأعتني بينه. وفعلا جابوا لي أهلي نبتة صبار واعتنيت بها وكبرت عندي وفرحت أنه هي كبرت. ومن بعد استمرت قصتي مع النباتات، ودائما أجيب نبتة وأعتني بها وأقرأ عنها، إلى أن صار البيت عبارة عن مشتل. وصار عندي حلم أنه أريد أكون عندي محل أنشر هذا حب النباتات للناس، أنقل لهم هي النباتات روح تنطينا طاقة إيجابية، لها شكل حلو بالبيت. واستمر هذا الحلم معي رغم دراستي اللي هي بعيدة كل البعد عن النباتات، اختصاصي كيمياء بعيد عن النباتات. فبيوم من الأيام جت الفرصة أني أشتغل بمحل، اشتغلته وكنت أنزل معلومات بحسابي عن الورد عن النباتات، وكان أكو يعني استقبال كبير من الناس، حبوا الفكرة وكانوا دائما يجزوا لي رسائل، هاي النبتة شلون نعتني بيها، هذه شلون تعيش عندنا، وكنت أجاوبهم. وكانوا بعد شهر أسبوعين يرجعون ويقولوا لي إنه شكل النبتة كبر وصارت حلوة ويفرحون، وصاروا هم يشتغلون ويربون عندهم بالبيت. ويوم من الأيام أهلي فاجأوني بالمحل وتفاجأت بينه، لأن هو كان حلمي والحمد لله تحقق الحلم، وصار عندي المحل اللي أطيق أبيع منه النباتات، أنشر منه حب النباتات، ويكون هدية. عندي فكرة أنه ننقل فكرة أنه النباتات هي هدية بها روح، نخلي هدايانا بها روح، عدا أنه الورد همينك هو روح هدايا بها معنى. مات عندي صبار مرة، فكانت هي هاي الصدمة أنه النبتة اللي أحبها ماتت عندي. فاكتشفت أنه أنا كانت عنايتي بها غلط، أعطيتوها ماي أكثر من حاجتها، وفدت بحالة اكتئاب وأنه إيش ماتت عندي النبتة، وأنه خلاص أنا بعد راح أبتعد عن النباتات ما أحبهم. بس ما طقت أتخلى عن النباتات، وبالعكس صار عندي اهتمام أكثر، عناية أكثر صار لي بهم. أنا كلش متعلقة بالنباتات، بحيث يعني غرفتي كلها عبارة عن نباتات، المكان اللي ما بينه نبات أحس بينه طاقة سلبية، بينما إذا أكو نباتات فأنا يعني أحس بطاقة إيجابية وروح حلوة للمكان، ينطي طاقة فظيعة النباتات. ويعني ما أتخيل في يوم إني أبتعد عن النباتات أو عن عناية النباتات. أنا ما بس أحب من قبل كنت أقرأ إنه لون الورد الأزرق أشي يعني لون الورد الأحمر الأصفر، يعني إنه حتى الباقة مالنا ممكن أنا أخليها بها معنى. الشخص ما يطيق يحكي مشاعره، ما يطيق يعبر عن اللي بداخله، يطيق يعبره بباقة، فأنا هذا كلش أحب إني الباقة مالي هي تحكي عني. فأنا هذا اللي أريد أوصلها منك، إنه أي شخص يختار ورداي أو باقة فهي تعبر عنه، فهاي هوني الهدية تكون بها روح ومعنى وشيء كلش له قيمة ثمينة ما تتعوض. اسمي هند زياد، بس اللقبي أو الاسم اللي اشتهرت بينه هو مس نبتة، أنسة نبتة، اللي يدل على حبي وعلاقتي بالنباتات.